السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحبك في الله يا مولانا. أحبك الله الذي أحببتنا له. الله يبارك فيك. كنت عايز أفهم حاجة بس من فضلتك. اتفضل. الله يعزك. دلوقتي لما نقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم. النبي في هذا الحديث أخبر إن الذي لا يستطيع ليس عليها أن يتزوج، عليها أن يصوم. صح. أنا سؤالي مش عن الزواج، أنا سؤالي عن لماذا لا ننزل هذا الأمر في أمر الذرية؟ يعني ليه لما حد بيسأل فضلتك أو أي من علمائنا الأفاضل ويقول له أنا ظروفي على قدي وأنا محب للذرية، نفسي يبقى عندي 10 بس أنا ظروفي على قدي ورزق ضيق وناوي أكتفي بطفل أو بطفلين، ليه بتكون الإجابة لا يجوز، هات وربنا يوسع عليك؟ ليه ما بننزلش هذا الأمر في هذا الأمر؟ جزاك الله خيرا. هذا الأمر عفوا نزل في الزواج. نعم. الأطفال الأجنة في بطون الأمهات، الأجنة في بطون الأمهات مكتوب أرزاقهم. نعم. الأجنة في بطن الأم يكتب رزقها في بطن أمه. نعم. فإذا يعني خشيت من أن تنجب من أجل الذرية، هذا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، هذا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. أما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. لكن تكاليف الزواج ليست حضراك، لن أقول لك استدين. أنت تتكلم على شيء واقع الآن، أنت في فقر الآن. نعم. ما أمامك حيلة؟ لو أمامك حيلة تزوج، لكن ما أمامك حيلة ماذا تصنع؟ تصوم وتصبر وتصوم. لو أمامك حيلة تزوج، ما أمامك حيلة أصبر. بس هذا معنى الآية. نعم. الله يكرمك. الله يعزك. وهذا من الآراء التي خالف جمهور العلماء فيها الإمام الشافعي رحمه الله. فالشافعي في مسألة تعدد الزوجات يقول في مسألة تعدد في تفسير الآية الكريمة: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. يقول ذلك أدنى أقرب إلى أن لا تكثر عيالكم فتصابوا بالفقر، صب العلف والفقر. فالجمهور قالوا لا، المراد بالعيلة هنا المراد الجور، ذلك أدنى ألا تميلوا ولا تجوروا. واستدل بعضهم ببيت شعر فيه: بميزان قسط لا يخيس شعيرة، له شهيد من نفسي غير عائلي، أي غير مائل وغير جائري. طبعا الشافعي استدل بالآية: وإن خفتم عائلة أي فقرا. لكن من أقوى الردود على الإمام الشافعي في هذا الباب، لأن العلماء ردوا عليه بحوالي 7 ردود، أقوى رد أن الله قال في كتابه الكريم: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وملك اليمين محل الإنجاب، فكيف يباح لك أن تزوج أن تشتري مثلا 100 أمة، مباح لك ذلك وكلهن محل للإنجاب. إذن ليست العلة علة الإنجاب، لأن الله أباح لك أن يعني قال لك ما حاصله إن خفت ألا تعدل، اقتصر على واحدة لكن ممكن تشتري 100 أمة. أن الإماء لا يلزم فينا العدل كالحرائر، فالإماء محل للإنجاب، الإماء محل للإنجاب. محمد بن الحنفية بن علي بن أبي طالب أمه كانت من سبي بني حنيفة. فمن أقوى الردود: إذا كنت أمام الشافعي تقول ذلك أدنى ألا تعولوا، بمعنى لا تكثر عيالكم، لكان حرمت الإماء أيضا أو قيدت الإماء بواحدة، لكن أباح الله لك 100 أمة 1000 أمة. فالإماء محل للإنجاب، فمن هذا يرد قول الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه.